المعادلة الصعبة بتاعت إنه المسلم الأوروبي يحافظ على ثوابت دينه ويحقق قدرا معقولا من التواصل والاندماج في المجتمع وتقديم صورة اجتماعية مناسبة ومشرفة للإسلام. هذه المعادلة بكل تأكيد معادلة صعبة، يعني ربما يكون الطريق الأسهل إن أنا يعني أغلق علي بابي وأنعزل وأتقوقع خوفا على نفسي وخوفا على أولادي وخوفا على منظومتي القيمية والعقدية وإلى آخره، لكن بالتأكيد ما دمنا موجودين في مجتمع يبقى واجب علينا أن نؤثر فيه وأن نقدم صورة للإسلام، على الأقل من لم يدخل في الإسلام يحترم الإسلام. والله تعالى قد قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كيف يستطيع المسلم أن يحقق هذه المعادلة، يحافظ على ثوابت دينه ولا يتحلل ولا تتميع هذه الثوابت، وفي ذات الوقت يكون له دور اجتماعي ودعوي وتعريفي بالإسلام مناسب ولائق بكونه مسلم؟ طبعا المسلم البريطاني عليه مسؤوليتين كبيرتين، واحدة داخلية لها علاقة في وضعه الداخلي داخل بلده الأوروبي، وكما ذكرت الموضوع الدعوي، المحافظة على أولادنا وعلى محافظة على دينهم وعلى عباداتهم وتعليمهم، يعني أمور عباداتهم ودينهم، هذا أمر مهم جدا. أيضا تجاه المجتمع بشكل عام، هذه مسؤولية داخلية علينا نحن كمواطنين أوروبيين وبريطانيين على سبيل المثال في بريطانيا أن نقوم بها بكل الأحوال. أيضا هناك مسؤولية أخرى هي المسؤولية الخارجية، المسؤولية التي لها علاقة في الأمة كأمة، إن كان في بلادنا، في بلادنا الشرقية وما يحدث، إن كان ما يحدث لأهلنا في الروهينجا ولا أهلنا في الإيغور ولا أهلنا في كشمير ولا غيرها، أو قضايانا الشرق أوسطية أو فلسطين، سوريا، مصر، العراق وغيرها، اليمن وغيرها من الدول. فنحن كأوروبيين مسلمين نستطيع أن نقوم حقيقة بأكثر من قصة أنه نحن نحافظ على ديننا في بلادنا، وهذا مطلوب وهذا أولوية لنا، ولكن أيضا مناصرة شعوبنا المضطهدة في هذه البلاد هي لها أهمية كبرى. ومن هنا يأتي محاربة الجالية المسلمة، لأنه هم يعلموا علما حقيقيا كم لهذه الجالية لها تأثير، إن كان تأثيرا إعلاميا أو تأثيرا سياسيا أو تأثيرا بمعنى مساعدات إغاثية وغيرها. هم يعلموا أن هذه الجالية تستطيع أن تساعد هذه الشعوب وأن تستطيع أن تنجد هذه الشعوب بشكل أو بآخر، لذلك يريدوا أن يركعوا هذه الجالية، يريدوا أن يشغلوها بأنفسها من خلال الخلافات، أحيانا خلافات سخيفة فقهية أو غير فقهية تقع بين الجالية وتصبح هي الشغل الشاغل لنا، ونترك القضايا الكبرى والقضايا المهمة ربما المصيرية. ربما إحدى المشكلات في هذا السياق أنه بيتم تصدير فتاوى من لا يعلم شيئا عن الواقع الأوروبي والغربي، وهذه الفتاوى صادرة عن الإلمام بالبيئة الإسلامية الشرقية، ومعلوم أنه اختلاف البيئة الشرقية الإسلامية المتشددة البيئة الشرقية الإسلامية كمان حتى لو يعني لو أصلا أهلها مش مستحملينها، لا حتى لو هي سيدي متسعة ما يجراش حاجة، لكن المعلوم أن الفتوى هي تنزيل للحكم الشرعي على واقع متحرك. يعني الفتوى ليست مسألة جامدة، الحكم ثابت، الحلال بين والحرام بين، لكن تنزيل الحكم على الواقع المتغير والذي يحتاج إلى نظر الفقيه وإلى تقديره للواقع، إدراكه للواقع وقراءته للمآل بالضبط، وإلى يعني موازنته وموائمته بين الحكم الشرعي والخطاب الشرعي وبين الواقع حتى يحقق مقصود هذا الخطاب ولا يسيء التنزيل فيأتي الحكم بعكس مقصوده. أشوف كلمتين اللي حضرتك قلتهم دول وعقبناهم دول، يحتاجوا الفقيه يقعد قد إيه يتعلمهم؟ يتعلم كتير. نعم. كتير. المشكلة يعني المشكلة ده بعد يومين بيروح ويطلع على بريطانيا لأن والله جات له الفيزا وراح واشتغل وكذا، وإمام أو هو خطيب، أنا آسف معنا شيخ محمد. نعم. فهو مشكلة الخطيب أو الناس لا تفرق بين الخطيب والفقيه، أو الداعية والباحث. يا عم أنا هتكلم على الفقيه، أنا هتكلم، أنا جاي لك حتى كمان، أنا هتكلم قصدي حتى عليك وعليا، أيوة أنا هتكلم علي، أنا لا أصلح الحالة دي كمان أحسن حالا يا دكتور، ده في حالات لأ ورا كده، خلينا في الحالة دي، أنا لا أصلح للفتوى في كثير من المسائل الغربية. صحيح. ليس لجهلي بالصورة الشرعية لهذه المسائل. نعم. وإنما لجهلي بالصورة الواقعية التي ستتنزل عليها الفتوى اللي أنا هقولها، ما أقدرش، الفتوى ليست مطلقة في الهواء. نعم.
الفتوى بتخاطب الواقع. هذه 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 مصيبتنا نحن في في بلاد الغرب كما ذكرتم، لانه بعض بعض الإخوة الذين أتوا من بلاد الشرق وأتوا إلى الغرب ويريدوا أن يعني يفرضوا، مش يفرضوا فرضا، وهذا ابتلينا ببعض العلماء بعض أو ما يسمى العلماء والمشايخ. حقيقة أدت هذه الفتاوى التي قاموا بإصدارها في بلاد الغرب إلى مصائب كبيرة للإسلام، ما زلنا نعاني منها هنا في بريطانيا. نحن مسجدنا كان كما تعلمون يعني كان يسيطر عليه ما كان يعرف بأبو حمزة في ذلك الوقت، وتم يعني استخدام هذا المسجد لإثارة نعرات وإشكالات كبيرة جدا. الحمد لله المسجد أعيد للجالية المسلمة وأصبح له وجود وأصبح له حقيقة قدرة على التعامل مع المجتمع البريطاني، ولذلك صيته أصبح مختلفا تماما عما كان سابقا، لأن هؤلاء من أتى في ذلك الوقت وقام بإصدار هذه الفتاوى أدت إلى مصائب كبيرة وأنظر إلى الشباب، يعني الشباب الآن المسلم الذي ولد في هذه البلاد، نحن عم نتكلم الآن عن الجيل الثالث، ليس الجيل الأول ولا الجيل الثاني، نحن الجيل الثاني. الجيل الأول الذين أتوا بعد الحرب العالمية في الستينات والسبعينات، الآن الجيل الثالث الذي ولد وترعرع في هذه البلاد، كيف يعني يسمع يدخل إلى السوشيال ميديا ويسمع لهذا الشيخ ولهذا العالم ويتأثر به؟ وهنا تقع أحيانا إما يكون صلح حاله إذا كان هذا العالم فعلا إنسان فاهم الواقع وفاهم وضع الغرب وغيره ويصدر فتاويه ويصدر محاضراته على هذا الأساس، أو العكس. وهذا حصل، كثير ممن تأثروا بهؤلاء المشايخ الذين نتكلم عنهم قام بأمور حقيقة أساءت لنا كمسلمين، كنا نحاول سنوات لتغيير واقع ويأتي في لحظة واحدة في عمل يعني للأسف الشديد يقوم به يخرب كل ما بنيناه خلال سنوات. وهذا طبعا كان له تأثير كبير سلبي على الجالية المسلمة. الجيل الثالث من الشباب المسلم هذا مستقبل الإسلام والمسلمين في هذه البلاد، هؤلاء هم مستقبلنا من البنات ومن الشباب والشابات، ولذلك الاعتناء بهم والاعتناء بفكرهم وبمفهومهم مهم جدا. ولكن من يقوم بذلك؟ الذي يقوم بذلك هم حضرتكم كمشايخ طبعا، ومن يكون في الغرب من أصحاب العلم. أنا لست عالما، لست شيخا، ولكنه أتمنى على علمائنا بأن يصدروا هذا وسطية الإسلام والمسلمين، وأن يوطنوا الدعوة في هذه البلاد من خلال الفكر المعتدل الذي كنا نتمنى ونتبناه في الغرب. يعني مسؤولية كبيرة حقيقة. أنا أعطيكم مثال على هؤلاء الشباب اللي هم تأقلموا مع الغرب. في أخت في منطقة ويلز في بريطانيا، كما تعلمون بريطانيا مقسمة إلى 4 مقاطعات، طبعا مقاطعة ويلز لها لغة خاصة هي لغة الويلش غير اللغة الإنجليزية. ففي مرأة محجبة مسلمة ويلشية يعني بيضاء، ولكنها أسلمت، كانت تتكلم بهذه اللغة، ومر عليها رجل إنجليزي يعني من إنجلترا، وقال لها اذهبي الى بلدك، انت تتكلمي لغه غريبه، لا تتكلمي اللغه الانجليزيه. فاتى يعني احد المواطنين الويلش نفسهم من ويلز وقال له الا تعلم ان هذه اللغه هي لغه البلد هنا، هي تتكلم اللغه الاصليه، لغتنا الاصليه هي تتكلمها، انت الغريب، انت اتيت من انجلترا. هذا يبين كم يعني ابنائنا ممكن ان يندمجوا فيه ويكون لهم دور ايجابي في هذا المجتمع، لانهم يعرفوا لغة هذا المجتمع ويعرف تقاليده وثقافته. فقط علينا نحن كمسلمين مهمة كبيرة بأن ننشئهم على الإسلام الوسطي الصحيح. بالحديث عن دور المسلمين وما يمكن أن يفعل